مرحبا واهلا وسهلا فيكم من مطبخ كنتي وانا. اليوم وصفتنا من المطبخ الصيني، وصفة كتير طيبة وسهلة التحضير ومكوناتها موجودة بكل بيت وبتنافس اطيب المحلات. يلا نشوف طريقة العمل مع بعض. معي هون انا كيلو مسحب مقطعته مكعبات، حضف لهم معلقة صغيرة زنجبيل ورشة فلفل والملح حسب الذوق. حطيت 3 معالق كبار صويا صوص، هاي 2 كبيرة خال. هلا انا مع الصويا صوص خفيف، اذا عندكم الصويا صوص ثقيل بتحطوا معلقة واحدة، وحنخلط المكونات كلها مع بعض. وبدنا 3 معالق كبار طحين، هاي 2 كبار نشا، حنضيف نص معلقة صغيرة بيكنج باودر. وهلا صبايا بعد ما تبلنا الدجاج حطيت المقلة على النار ليحلى ونبلش بنحطهم حبة حبة. حطهم حبة حبة مشان ما يعجنوا على بعض. نتركهم تقريبا دقيقة وبنقلبهم. وهيك صبايا المطلوب لنحصل على لون ذهبي. وهلا صبايا انا مقطعه بصله كبيره بنقليها. بنقليها شوي. ومعي هون حبتين جزر، الحبه يعني قطعتها كثير رقيقه رفيعه. كمان بنقليها مع بعض. هون حبتين فليفلة، حبة خضراء وحبة حمراء، كمان حنضيفها. ما بدنا كثير الخضرة تذبل، يعني نقليها شي دقيقتين وبنزيد عليها الدجاج. حنحط رشة ملح، ما بدنا نكتر كثير ملح لأنه الصويا صوص مالحة، ورشة فلفل، معلقتين صويا صوص، 4 ملاعق كبيرة كاتشب، معلقتين كبار عسل، حنضيف معلقة صلصة حارة، كوب مي بارد وحضيف له معلقة كبيرة نشا. حط المي باردة منشان تدوب النشا، وأكيد حضيفة والفني. بنخلطهم كلهم سوا. هلا ضفنا النشا، نخلطهم شوي، نتركهم تقريبا شي دقيقة، وآخر شي بضيف الدجاج. نضيف الدجاج، نخلطهم كلهم سوا. هاي أكلتنا بتكون جاهزة لليوم، وأكيد حنقدم حد منا رز بسمتي. في ناس بيقدموا معكرونة، أنا اليوم رح أقدمها مع الرز البسمتي. صارت جاهزة، حزيد لآخر شي السمسم. وبتمنى انا اذا عجبكم الفيديو ما تنسوني باللايك والاشتراك. شكرا كتير.